طيب فيما يخص بقى المسكوت عنه. كابتن سيد بعد اذنك بس في اتفضل في موضوع مهم جدا يا كابتن سيد، ارجو ان احنا يعني نجد اجابه عليه، ان كانش دلوقتي يبقى في اقرب فرصه، وان كان الصوت انا يعني بلقوا في الصوت بس شويه في الاستوديو احنا مش سامعينك كويس يا كابتن سيد. انما في حاجه يا ارجو ان الناس تبقى سامعاها اكتر مننا. دلوقتي في كلام ان الوداد خد موافقه ان ايوب الكعبي يتأيد افريقيا معاهم. كده صوتي احسن؟ طيب ما اعرفش يعني اتكلم يعني انا بقول في كلام بيطلع دلوقتي ان الاتحاد الافريقي خاطب الوداد ووافق له على قيد ايوب الكعبي افريقيا، وانه هيلعب معاه الماتش الجاي. اولا صحه هذا الكلام، ثانيا نستفيد منه ازاي؟ ده اكيد الصوت وصل دلوقتي كده ولا لا؟ كده احسن تمام. اعتقد اللي انت بتقوله ده يعني حاجات صعبه جدا جدا، لو توصل لدرجه الاستحاله يا كابتن عادل. ايوب الكعبي انا مش مساله دارس حالته، مساله ان في رولز محطوطه في الاتحاد الافريقي انت بتمشي بلوائح وقوانين. يعني لو انت مقيد لعيب عندك وخرج من القائمه لسبب ما، سواء للاعاره او البيع او الاستغناء، فتقعد من القائمه بتاعتك وبعدين تلاقي في مكان ثاني عشان يرجع بقيد جديد، بقيد جديد على المستوى المحلي وقيد جديد بالنسبه على المستوى الافريقي. هتقول لي ما هو متأيد اصلا، بس هو في فتره من الفترات القيد المسموح بيها خرج من القائمه، فبالتالي بخروجه من القائمه في محلات على اعتبار ان الموسم ممتد، ده مش موسم جديد يقدر يأيد فيه حد جديد. تمام، نفس المثال اللي احنا بنتكلم عليه حصل معانا على النادي الاهلي مرتين. المرة الأولى كانت في موسم 2013 2014 لو تتذكر، يعني لما خرجنا موسم 2012 2013 لما خرجنا أحمد فتحي جده هل فتحي في إنجلترا، أحمد فتحي وجده كان لأبو تريكة في الإمارات، في بنياس الإماراتي. مظبوط كده. لما جينا نرجعهم تاني في شهر 6 أو شهر 7 خلاص خرجوا من القائمة، خرجوا من قائمة تأييدهم بقيد جديد. صحيح. تمام؟ فبقى الاثنين متأيد أو الثلاثة متأيدين وواخدين ست أماكن. تحالة اللي أنت بتقوله دلوقتي إن مفيش أساساً فتح قيد في أفريقيا دلوقتي، يعني أنت النهاردة عشان تدخل لاعب، نفترض إن نادي عنده 28 بس مقيدين من الأندية الأربعة المكملة، سواء كان الأفريقية على مستوى دوري الأبطال أو على مستوى الكونفدرالية. هل يحق له دلوقتي إنه يكمل العدد بتاعه؟ يعني نفترض ان القائمه عندك 30، لو النادي مثلا زي حريه كوناكري او حسنيه اغادير او الاهلي او الزمالك او بيراميدز، اي نادي، او الوداد او الرجاء، عنده 28 بس، هل يحق له دلوقتي ان هو يكملهم بيبقى 29 30؟ لا طبعا. بالطبع لا. يعني انت ترى لان في سؤال ثاني له علاقه بينا احنا هنا في مصر، انت ترى ان ده يبقى مخالف للوائح المعمول بها، ومؤكد انك هتحاول تتواصل وتعرف الحقيقه فين، اللي هي انت يعني شايفها انها دي مساله مستحيل غير منطقيه. لا انا هدي لك انا دلوقتي النهارده خرجنا سعد سمير من القائمه اللي كنت لسه هقول لك كده. هل يحق لسعد سمير دلوقتي بعد رجوعه من الاصابه ان هو يلعب نهائي افريقيا مثلا؟ لا طبعا. اذا في مكان بقى ما الاتحاد يعني احنا بس فجرنا السؤال حتى لو في مكان. طب بص، انما الاهم من كده، هناك تصريحات نسبت الى الاتحاد المصري لكره القدم والكابتن وليد العطار تحديدا، قال ان كابتن احمد فتحي عشان يلعب الهلال لابد ان لا مش عشان يلعب الهلال، الفاينل في حال التاهل للفاينل، الفاينل بعد الوداد، يعني لو عدينا الوداد عشان يلعب الفاينل محتاج انه الو يا كابتن زايد مش عارفين التليفون كده. انت سامعنا كده؟ انا سامعك اتفضل. المهندس عدلي عايز يقول لك فيما يخص احمد فتحي ومواعيد انتهاء الموسم المحلي والقيد الافريقي، ايه الموقف؟ انا اعتقد ان ده هيبقى محل دراسه عند في اتحاد الكوره، لان هو الموضوع يعني يمكن لكن الموضوع ابعد من كده. يعني انت عشان تأيد بتأيد القائمه الاولى كل اللعيبه المحليه اللي مرتبط اسمها بالموسم اللي قبله. تمام. طب يعني انت في فتره زي دي، المهم الاول ان شاء الرحمن ربنا يكتب لنا ان احنا نوصل للنهائي، ده مهم جدا ان شاء الله الرحمن. يعني لما بتكلم في خطوط عريضه
الاهلي والزمالك وبيراميدز، الثلاثه مش واحد بس، انه يطلب من اتحاد الكره مد بدايه الخيط المحلي لما بعد الفاينل لخدمه الانديه الثلاثه من دلوقتي ايا كان هم هيبقوا مين. بالظبط كده، لان انت النهارده اللي هتايده هيبقى مطالب يقعد معاك السنه اللي بعدها كلها. بالظبط مظبوط بالظبط. طب انت كمان في شروط القيد بتقول ان في خمسه بس بيتم استبدالهم على مدار السنه. ايوه. بشرط ان هم يكونوا مؤيدين او اعراء او سنه. مظبوط. فاذا انت النهارده لو انت يعني الان في الفتره ديت يعني وفي حد من الثلاثه مش الاهلي والزمالك مش الاهلي بس، بتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه عايزين يطلعوا حد منهم، فانت كده نقصت من الاعداد بتاعته اللي مسموح فيها اللي من حقه يبدلوا من القائمه الجديده. فكده لو حد استنفذ الخمسه دول مثلا في البدايه يبقى مش من حقه ان هو يضيفهم، لان الخمسه دول على مدار السنه مش في اذا انت بتطالب اتحاد الكوره انه يمد فتره او بدايه القيد المحلي لما بعد سبعه. لا كابتن احمد فتحي بعد سبعه مشكله ثانيه يا استاذ، ما هو مش هتيجي تتحل موضوع احمد فتحي الا بسبب الا لو اتمد القيد. لو اتمد طبعا. القيد على اساس نهايه الموسم هو ده اللي يحق له مش كده؟ لا يا سيدي الكابتن احمد فتحي كده هو مش معاك في القيد الجديد. ما هو عشان يبدا القيد الجديد يا باشمهندس، القيد الجديد مع نهايه الموسم صح؟ مظبوط. موضوع كابتن احمد فتحي مشكلته اثنين، انك انت عشان تأيده في الموسم الجديد لازم يبقى بتاعك. طيب ما احنا بنقول ان اتحاد الكره يأجل بدء القيد الجديد لما بعد النهائي الافريقي. يبقى مش يأجل بدء، يمد الموسم ده لبعد الموسم الافريقي. طيب خلينا نطمن على اتفضل اكمل لك بس الموضوع. يعني انا متاكد ان اتحاد الكره هيدرسه، يعني هو اتحاد الكره ممكن يبقى بيتكلم فيه لانه هيخص بس اللي بيتكلم المدير التنفيذي. انا بقول لحضرتك بس بقول لحضرتك يبقى هيدرسه لان هو مختص بالثلاث انديه ومصلحته بالثلاث انديه ومش بالعكس ده هو المفروض يعملها دلوقتي قبل السيمي فاينل، مش عارف مين اللي هيروح الفاينل ومين مش هيروح. فتتعمل هكمل لك عشان تبقى فاصله. ممكن يبقى احمد متصدر المشهد لان في نهايه لعقده. ايوه. لكن لما تخش في الامر وتفصيله الموضوع مش عند احمد فتحي بس، الموضوع عند كل الناس اللي موجوده اللي انديتها ممكن تمشيها ومحتاجاها في افريقيا ومحتاجاها في افريقيا. صحيح.